سبحان الله يا إمام، إنما مشروطي هي مقصدي الذي جئت به إليك. وتعاونوا على البر والتقوى. في مطلب الذي جئت به إليك بر وتقوى إن شاء الله. تفضل. أردت أن أرسل لأمير المؤمنين تطورات الأمور وأسبابها، أشرح له ما جرى وما عاد على الناس من نفع حققنا به إرادة الله. إرادة الله، سدد الله خطاك. هل نرسل لأمير المؤمنين؟ نبحث ونرى ما النفع الذي عاد على الناس ونرسل له. أخشى أنه ليس لدينا وقت لذلك، نحتاج تكليفا من أمير المؤمنين يشد به أزرنا في إدارة البلاد والعباد. ومن أجدر من الإمام الشافعي في شرح هذا بدقة؟ فهل تكرمت علينا بذلك؟ أنت قلت يا مطلبي، نشرح له النفع الذي عاد على الناس. هل ترضى أن أشرح ما لا أرى؟ أن أشرح ما لم يحدث؟ من نرسل له في رأيك؟ سؤال مهم. أرسل له رجلا من الفسطاط، مرتاح البال، مطمئن النفس، غير خائف، آمنا على نفسه وأهل بيته، يملك قوت يومه. مهمة صعبة. سنفعل ذلك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البويطي لا يدع سيف الوقت يقطع. معذرة، إنه وقت الدرس. سأل يا بويطي، سأل ما شئت. عن المطلب سؤال يا إمام. يريد تزكية من الإمام عند الخليفة، وأنسى الله خالق الإمام وخالق الخليفة وخالقه هو نفسه. ما عجب لشأن الأولى، هل احتاج الصحابة في خلافتهم إلى تزكية؟ لو يعقلون. أدعو الله أن ينير قلوبه. عن ماذا كان درسهم؟ الأدب والبلاغة. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.